لصالح الريان، ثلاثة مقابل واحد باتجاه المرمى. حتى إن كان هناك وثوق بفريق نادي الريان بالعودة للحصول على بطولة الدوري، لذلك الكرة بتعود الآن للاعب إيرا التي حصل عليها هذا النجم الهولندي ليصل مع نادي الغرافة إلى المربكن. ولكن يوسف فرج النوبي مدرب نادي المرخية ممكن عنده كلام آخر يا دكالي الباعور. شوف ماذا يفعل دكالي الباعور بمهارات دكالي الباعور. بيحاول الدوكالي بمر الكره بطريقه رائعه، الاعتماد كل الاعتماد على اللاعب الدوكالي. كصعب على نادي الريان ونادي المرخيه كان بامكانه هز شباك نادي الريان. الدوكالي البعور بطريقه رائعه كره بتعود لصالح نادي الريان مره اخرى. عبد العزيز هزاع بيحاول مع الدوكالي البعور، استلم ومرر الدوكالي ارضيه بطريقه رائعه الاستلام. شوف تمريرات اللعبة اقتربة. عمرو سراج وأحمد علاء كرة أمامية ناحية عبد الرزاق، حاول يلعبها إلى الدوكالي، أمامية الدوكالي إلى هو قرار طالب المري. شوف كرة الدوكالي الأمامية وتدخل الذي تبات قلة خطيرة جدا للدوكالي، يحاول مع محمد لكنه مر عدى الدوكالي. غاية في الخطورة تحولت إلى ركلة زاوية. المباراة ولا زال الغرافة يتقدم بثلاثة من أمام الريان. هذا الدوكالي كرة ينقلها في الجهة اليمنى، لكن أيضا عمرو سراج التدخل الحاضر مطالبة بركلة جزاء يعلنها مرارا عبد الله العزبة. السلام بعد ذلك تدخل الله. بدأ الريان يتحرك. هذا الدوكالي اسم الدوكالي مشهور. تخلص تصل في الجهة اليوم.